مساء الخير يا أطفالي في الصف الأول الأساسي، كيف حالكم؟ درسنا اليوم في مادة القراءة عن حرف الشين، صفحة 25. قصتي لكم اليوم بعنوان ربيع يدرك أعضاء جسده. وقف ربيع في المغطس قليلا، وإذا به يسمع صوتا يخرج من المنشفة ويقول: خذني يا ربيع بسرعة قبل أن يبرد جسمك ونشفه جيدا. تبسم ربيع وقال: أهلا بك أيتها المنشفة اللطيفة، كنت أفكر في الليفة، إنها عظيمة، من أين أتت؟ أجابته المنشفة: لقد خرجت من شجرة الليف، والليفة في الأصل طويلة، بعض الناس يتركها بطولها وبعضهم يحبها مصنعة مقصوصة ناعمة، وفي ظهرها قطعة منشفة صغيرة. هتف ربيع قائلا: إن الليفة مفيدة للإنسان. فقالت المنشفة الكبيرة: خذني ولف جسمك ثم نشفه جيدا، لا تنس ما بين أصابع اليدين والقدمين وتحت الإبط. أخذ ربيع المنشفة وصار ينشف كل عضو من أعضاء جسمه، ثم خرج من الحمام ونادى أمه وقال لها: لقد عرفتني الليفة أعضاء جسدي كلها. في جسد الإنسان ثلاثة أعضاء كبيرة: في الرأس الشعر، والعينان، والأذنان، والأنف، والفم. في الجسم الكتفان، والصدر، والبطن، والظهر. الأطراف وهي اليدان، وفيهما الأصابع، خمس أصابع في كل يد. والرجلان، وفيهما خمس أصابع في كل رجل. تابعوا معي قراءة حرف الشين مع أصوات المد القصيرة والطويلة، ولاحظوا كتابتها. في أول الكلمة ش، شا، شو، شي، شا، شو، شي. في وسط الكلمة ش، شا، شو، شي، شا، شو، شي. في آخر الكلمة ش، شا، شو، شي، شا، شو، شي. إلى اللقاء في درس قادم.